المبادره ديال اليوم. الحمد لله عجبتني وانا جيت مسروره بهاد الناس كاملين وفرحانه، والله يرحم لهم الوالدين. ما عطيني حتى حد زعما من الدوله، لا غير من المحسنين، غير من المحسنين. شويه هكا شويه هكا شويه هكا سدرنا هذا الحفل. الحدث هو الزفاف ديال 5 ديال اليتيمات، وانا فرحانه بزاف، بحالي مجوجه بنياتي. ونتمنى من الله، الله يوفقني ويطول عمري. كل ساعه تنجوج كل شيء. اول كنشكر قناه الدار على الاهتمام ديالها بهذه الانشطه، بالنسبه لنا الانشطه الاجتماعيه. وانا شخصيا كنائب عمده ديال مدينه سالا، هذا هو ثاني نشاط اللي كنحضروا ديال جمعيه الافق، اللي كتنظموا السنه الفارطه نشاط. تم التزويج كنظن 4 ديال العرسان، والان واليوم كنحضروا في هذا الحفل الثاني للتزويج يعني اليتيمات، وهذا نشاط بصراحه لابد. حنا فرحانين باننا فرحنا هاد 5 ديال العرائس الايتام، والحمد لله بغينا 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 هذا الشيء ان شاء الله يزيد قدام، وعلاش لا نديروا 6 و7 و8 الى اخره. وتنبغي نشكر جميع المحسنين اللي ساهم معنا بكثير وقليل. احساس زوين، وكنتمنوا جميع العرسان التوفيق في الحياه ديالهم الزوجيه، حنا وجميع العرسان. كنشكركم بزاف، كنشكروا هذه الجمعيه اللي ساهمت معنا في هذا العرس. والحقيقة ما كانوش هما ما غيكونش هذا العرس كامل، وشكرا بزاف، وضربوا معنا ثمره بزاف. تنشكر هذه الجمعيه هذه بزاف، اي وحده تمنى بحال هذه بحال هذا العرس هذا، اي وحده تمنى تلبس، اي وحده تمنى تحني يديها حتى هي تكون فرحانه بزاف. تنشكر هذه الجمعيه بزاف بزاف، هما اللي ساعدونا والله يكثر خيرهم. انا فرحانه بزاف، انا وراجلي يونس فرحانين بزاف بزاف بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.